لبحث أسباب وواقع ومآلات انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام السياسي في العراق، عقد مركز رسام للدراسات الاستراتيجية ندوة خاصة بحضور عدد من الكتاب والباحثين السياسيين العراقيين. هذه الندوة تسلط الضوء على هذه الانتفاضة اليوم، انتفاضة تشرين العراقية، وتتحدث عن أسباب هذه الانتفاضة وواقعها ووقائعها اليوم، ثم ما استشرف النتائج والمآلات لهذه الانتفاضة العراقية الجديدة. التعامل الحكومي مع هذه الانتفاضة اتسم بالازدواجية الواضحة منذ اللحظة الأولى بين إعلان الحكومة تفهمها وتأييدها لهذه التظاهرات، وبين استمرار قواتها في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وسقوط مئات الشهداء وألاف الجرحى منهم. إذا نظرنا بشكل سريع إلى تعامل الحكومة العراقية منذ اليوم الأول، منذ 1 أكتوبر مع الاحتجاجات السلمية، نرى أن هناك ازدواجية واضحة بين البيانات والقوانين الرسمية الموجودة في العراق وبين التعامل العسكري القمعي الوحشي مع المتظاهرين. كان واحدا من أبرز إنجازات انتفاضة تشرين هو تعريتها الطبقة السياسية وخطابها الطائفي الزائف، وإحياؤها وترميمها الهوية الوطنية العراقية الجامعة التي تعرضت للتشويه والتهشيم خلال المرحلة الماضية. هذا يدل على فشل النظام الطائفي الحالي في تربية جيل يحمل نفس الأفكار الطائفية، وثبت بأن الجيل الجديد لم يرث الحقد الطائفي الذي جاءت فيه هذه الأحزاب والتي مررت العراق بحرب طائفية طاحنة. هذا طبعا حدث كبير ودليل وفرصة أيضا لإعادة المحمة الوطنية بعدما مزقتها هذه الأحزاب بشكل كبير. انتفاضة تشرين ألغت كل الخنادق الطائفية والعرقية في عراق ما بعد العام 2003، وأفرزت خندقين لا ثالث لهما، هما خندق قوى الشعب وخندق قوى السلطة، وهما تجلى في إصرار المتظاهرين على حتمية التغيير الشامل في العراق. استطاع خلال هذه الفترة اللي حصلت فيها أن تفصل فصل واضح بين الخنادق. الآن واضح للجميع أن الشعب في خندق وكل الحكومة وميليشياتها وأحزابها في خندق آخر معادي. هذا الفصل مهم جدا جدا، هذه الانتفاضة استطاعت أن تفصل بين هذه القوى. الآن أي كلام من هذا الخندق إلى هذا الخندق لا يسمع الحقيقة وليس له قيمة. انتفاضة تشرين لم تندلع ضد أشخاص، وإنما كانت ثورة شعبية ضد العملية السياسية بكل قواها، وهذا ما أجمع عليه الباحثون في هذه الندوة في محاولة شعبية وطنية لإيقاف هذا الانحطاط العام الذي عانه العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، وفي محاولة أخرى للإنقاذ والخلاص. ماجد الجميلي، الرافدين، إسطنبول.